sallanması elbette ki çok büyük bir mesajı olmuştur. Bütün الحقيقة حزب الحركة الوطنية التركمانية حزب وليد نتيجة الثورة السورية المجيدة، وهو أيضا نستطيع أن نقول من مفرزات هذه الثورة المجيدة، وجاء هذا الحزب نتيجة مشاركة التركمان الفعالة في الثورة السورية، وكان لابد من أطر سياسية يتحرك من خلالها تركمان سوريا من أجل بناء الغد السوري بيد جميع أبناء سوريا. في الحقيقة نحن هذا قرار يعود للمجلس التركماني السوري بالعودة إلى الوطن المحرر. أكيد نحن رح نعمل سياسة الحاضر وتهيئة سياسة المستقبل. نحن هنا لازم نكون أقوياء سياسيا، لأنه عالم الثورة وراية الثورة اللي رح ترتفع هنا هذه إن شاء الله لن تقف إلا في دمشق، لأنه من هنا بدنا ننطلق حتى تعم الحرية والكرامة لكل سوريا كاملة، لكل المكونات اللي صرنا ألف سنة عم نعيش معها. لن نتخلى عن تراب أجدادنا. أحزاب سياسية حرة بتطالب بأهداف الثورة، أحزاب مدنية، هذا شيء مبشر يعني قوي جدا، ونبارك لهم هالخطوة المباركة، وكل الباقي العرب والكرد بيأسسوا هيك أحزاب تكون مدنية بتلبي طموحات الشعب بنيل حريته وبإسقاط النظام، وألف مبروك إن شاء الله تعالى.